أعزائي متابعي التقرير الأسبوعي من جامعة الملك سعود، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة ثانية نستعرض فيها أبرز الأحداث التي شهدتها الجامعة خلال هذا العام الدراسي. الجامعة توقع اتفاقيتين لتمويل كرسي القرآن الكريم وعلومه وتعاون بين الكرسي ومركز دراسات تفسير القرآن. برعاية وزير التعليم العالي انطلاق المؤتمر الدولي لطب الأسنان. انطلاق الملتقى الثاني للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود. الجمعية السعودية للإعلام والاتصال تنظم الملتقى الأول لطلاب وطالبات الإعلام في الجامعات السعودية. جوالة جامعة الملك سعود تحتفل بمرور 50 عاما على إنشائها. شهدت كلية التربية يوم الاثنين الأول من صفر الماضي توقيع اتفاقيتين لصالح كرسي القرآن الكريم وعلومه. الأولى اتفاقية شراكة وتعاون بين الكرسي ومركز دراسات تفسير القرآن الكريم، وقعها إمام الحرم المكي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات تفسير القرآن معالي الشيخ صالح بن حميد مع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان. والثانية اتفاقية لتمويل كرسي القرآن الكريم وعلومه، وقعها رجل الأعمال الشيخ محمد العمودي. هدفت الاتفاقيتان إلى تحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية وتوظيف التقنيات المعاصرة لنشر علوم القرآن وثقافته وتفعيل الشراكة المجتمعية في خدمة البحث العلمي في القرآن الكريم. الحمد لله، نحن المسلمين نعتز بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون ما فتئوا يعتزون بهذين المصدرين العظيمين على طول التاريخ، وبخاصة في وقتنا الحاضر، وعلى الرغم من كل المتغيرات والمستجدات والنوازل والحوادث والتقلبات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، يبقى المسلمون متمسكين بكتاب ربهم وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نلاحظ هذا الانتشار الكبير والواسع للإسلام ولقوة المسلمين على الرغم من كل، كما قلت، هذه المتغيرات. يأتي لا شك التوجه العلمي والتوجه الأكاديمي سواء من خلال الكرسي أو من خلال المركز لأيضا يواكب هذه المستجدات ويواكب بل يواكب هذه التطلعات المسلمين للاعتزاز بدينهم. فيأتي هذا الكرسي وهذا المركز لتنشيط أو مزيد من تحديث الدراسات القرآنية والدراسات في علوم القرآن، وأحسب إن شاء الله أن هذا من التوجه المبارك. يشار إلى أن عقد الشراكة الاستراتيجية بين الكرسي ومركز تفسير الدراسات القرآنية يسعى لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج، من أبرزها إصدار موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. تحت شعار آفاق جديدة في طب الأسنان، نظمت كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود والجمعية السعودية لطب الأسنان الاثنين 14 من ربيع الأول المؤتمر الدولي 14 لكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود والثالث 23 للجمعية السعودية لطب الأسنان. رعى المؤتمر الذي انطلق بمركز معارض الرياض معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد العنقري بحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الرويس وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور خالد الوزان ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور أحمد القحطاني. شهد افتتاح المؤتمر تكريم الرعاة له والداعمين للجمعية السعودية لطب الأسنان. وخلال المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام تم عقد 11 ورشة عمل في مختلف تخصصات الأسنان، شارك فيها أكثر من 20 متحدثا عالميا، تناولوا موضوعات منها الحفاظ الأمثل على صحة ومظهر الفم والتحميل الفوري للغرسات السنية والتقنيات الجمالية في زراعة الأسنان ومستقبل طب الأسنان. صاحب المؤتمر معرض طبي أقيم على مساحة بلغت 6000 مترا مربعا، شاركت فيه الشركات والمؤسسات المتخصصة بأحدث ما توصلت إليه من منتجات للمحافظة على صحة الأسنان ومعدات وأجهزة طب وجراحة الفم والأسنان. من خلال المعرض هناك اهتمام كبير وهناك إنجازات كبيرة في
في المملكة العربية السعودية في هذا القطاع المهم، سواء كان في التعليم، التعليم الطبي من خلال كليات طب الأسنان، في القطاع الحكومي في الجامعات الحكومية، وفي القطاع الخاص من خلال كليات الأهلية والجامعات الأهلية، وأيضا في تقديم الخدمات العلاجية في سواء في المستشفيات أو في العيادات الخاصة. وكل هذا بالتأكيد سينعكس على صحة المواطن، وعلى أن تكون هناك خدمات أيضا راقية تقدم للمواطن. ما رأينا من اهتمام من العاملين في هذا القطاع سواء في التعليم أو في الأعمال أو في العلاج، لا شك أنه يطمئن ويشجع على مزيد من العطاء ومزيد من المساندة ومزيد من التعاون بين الجهات الحكومية المعنية سواء كان وزارة التعليم العالي أو الجامعات، وبين المنسوبي هذا القطاع المهم. انطلقت يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر صفر فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات العلمية بالجامعة والمعرض المصاحب له. افتتح الفعاليات معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي، والمشرف العام على إدارة التعاون الدولي والجمعيات العلمية الدكتور أحمد الغدير، وعدد من العلماء والمثقفين ورواد المعرفة وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية والنظرية. شهد حفل افتتاح الملتقى عرض فيلم بعنوان سيرة ومسيرة، تناول إنجازات إدارة التعاون الدولي والجمعيات العلمية. وقام مدير الجامعة بتدشين المقر الجديد للإدارة ومجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم متطلبات الجمعيات العلمية، من أبرزها نظام الانتخابات عن طريق الإنترنت والذي يعد أول نظام من نوعه في المملكة. وألقى مدير الجامعة كلمة أكد فيها على دور الجمعيات العلمية في بناء الاقتصاد المعرفي وما تقدمه لتحقيق مسؤولياتها تجاه الوطن. هذه الجامعة قدرها أن تكون وسيلة للدولة في الارتقاء من العالم الثالث للعالم المتقدم. هذه الأرض الطاهرة، هذا الوطن الكبير الذي يحتضن أقدس بقعتين وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي، لا يليق لهذه الأرض الطاهرة بقيادة الرجل العظيم عبد الله بن عبد العزيز إلا العالم المتقدم. ولا يمكن أن نفكر في العالم المتقدم بدون أن تكون جامعة الملك سعود تلعب الدور الاستراتيجي، ولا يمكن نتحدث عن جامعة الملك سعود إلا ونتحدث عن كوكبة الرجال والنساء الذين كان من حسن حظ هذه الجامعة أن تحتضن مثل هؤلاء. اليوم يجب أن نقارن لقائنا اليوم بالعام الماضي، ولا شك أن اليوم في حالة أفضل بالنسبة للجمعيات العلمية. اليوم بلغت نسبة التحسن 24%. فيجب أن أقول شكراً وألف شكر وتقدير لجميع الزملاء القائمين على الجمعيات العلمية، ولكن يجب أن يعلم الجميع جميعاً كل منتسب لهذه الجامعة وكل منتسبة ليس طموحنا 24%. إذا كان النشر العلمي في هذه الجامعة العملاقة يتضاعف سنوياً بنسبة 100%، فيجب أن يكون تحسن الجمعيات العلمية يصل إلى 100%، وأنا متأكد أن الاحتفالية العام القادم ستكون أكثر ارتقاءً وتطوراً من هذا العام، وإن كان حققتم جداً نجاح متميز. شهد الملتقى تكريم الجمعيات العلمية المتميزة طبقاً لقائمة مدير الجامعة الشرفية للعام 1431-1432 للهجرة، وتكريم أفضل جمعية علمية وجمعية إنسانية، والجمعيات التي تم إدراج مجلاتها العلمية المحكمة في قاعدة بيانات معهد البيانات العلمية الISI. شهد المعرض المصاحب للملتقى أجنحة للجمعيات العلمية المشاركة والتي بلغ عددها 36 جمعية. هدف الملتقى إلى إبراز أنشطة الجمعيات العلمية والدور الذي تلعبه في بناء الاقتصاد المعرفي وخدمة المجتمع. الجدير بالذكر أن ما تقدمه الجامعة من دعم ومبادرات نوعية للجمعيات شكل محورا مفصليا في تاريخها، مكنها من تحقيق العديد من خططها وأهدافها،
وأصبحت تجربة الجامعة الرائدة في مجال عمل الجمعيات العلمية مرجعية للجمعيات السعودية وقطاعات الدولة المختلفة. طموحاتنا كبيرة في وطموحات الجامعة ككل كبيرة، والجامعة تختصر الزمن الآن ويعني تقطع خطوات سريعة للأمام. ما في أمامنا خيار الآن إلا أن نلحق بالركب، سواء في هذه الإدارة أو الجمعيات التي تتبع لها الإدارة، وهي 50 جمعية. الحقيقة الخطوات يعني خلال السنتين الماضية أثبتت الحمد لله تقدم ملحوظ في نتائج يعني إنجازات هذه الجمعيات بأرقام وإحصائيات دقيقة ولجان تقييم وتحكيم. الحمد لله لمسنا هذه يعني نقلة نوعية، وكلمة معالي المدير يعني وضعت النقاط على الحروف في هذا الملتقى، وجدنا فعلا يعني إيجابيات كبيرة وتفاعل كبير من قبل الجمعيات. طبعا هذا لا يحقق طموحنا، طموحنا أكبر من هذا بكثير، وإن شاء الله نتطلع لمضاعفة مثل هذا الإنتاج. الإدارة الجامعة الحقيقة داعمة وما قصرت معنا، والجمعيات متفاعلة والحراك كبير، فما يعني ما في خيار أمامنا إلا النجاح. في 20 ربيع الأول الماضي وتحت عنوان الدراسات والبرامج الأكاديمية نحو واقع مهني، نظمت الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بفندق مداريم كراون الملتقى الأول لطلاب وطالبات الإعلام في الجامعات السعودية، والذي استمر ليومين. رعى الملتقى معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله العثمان بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الدكتور علي القرني. هدف الملتقى إلى تعميق التعارف والتواصل بين طلاب وطالبات الدراسات العليا في أقسام الإعلام بالجامعات السعودية، والتعرف على أهم القضايا والعقبات التي تواجههم في الجانبين الأكاديمي والمهني، وتنشيط بيئة البحث العلمي في الدراسات الإعلامية. استضاف الملتقى عددا من الإعلاميين والمتخصصين تناولوا موضوعات منها الصحافة الورقية والإلكترونية وتطبيقات الإعلام الجديد والعمل التلفزيوني والإذاعي والتخصص الإعلامي والعلاقات العامة والصحافة الاستقصائية، كما تضمن الملتقى عددا من ورش العمل التدريبية. يأتي هذا الملتقى في إطار اهتمام الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بطلاب وطالبات الإعلام في جامعات المملكة. بعد هذا بدأ احنا لابد نشير الى انه هذا هو الملتقى الاول لطلاب وطالبات الاعلام في الجامعات السعوديه اللي تنظمه الجمعيه السعوديه للاعلام والاتصال، واحد احدى الجلسات في هذا الجانب هي تجارب ناجحه لخريجين اقسام الاعلام في المملكه، وهذه طبعا شيء مهم بالنسبه لنا حتى انه يكون مثل هؤلاء محفزين الحقيقه للطلاب وطالبات الاعلام في المملكه. لما يشوف الطالب انه في عناصر نجحت وتفوقت بل تميزت الحقيقه في قنوات دوليه وقنوات عربيه وقنوات سعوديه وفي مؤسسات اعلاميه مختلفه، فهذا يكون محفز جدا لطلاب وطالبات الاعلام انهم بالحقيقه يقتدوا بهؤلاء ويستفيدوا من تجاربهم وخبراتهم. كانت هذه هي فكره الجلسه. في مهرجان كبير وتحت شعار الإنسانية احتفلت جوالة جامعة الملك سعود السبت 24 ربيع الآخر بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها. رعى الحفل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان بحضور معالي الدكتور عبدالله نصيف أحد مؤسسي عشيرة الجوالة في الجامعة وعدد كبير من رواد الجوالة. بدأت فعاليات المهرجان بجولة في المعرض الذي أقيم في بهو الجامعة، وتضمن عرضا للأنشطة المختلفة التي قامت بها الجوالة والجوائز التي حققتها خلال مسيرتها. ودشن معالي الدكتور عبدالله نصيف شعار الجوالة الجديد. عقب ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا بعنوان جوالة جامعة الملك سعود 50 عاما من التميز، يحكي تاريخ الجوالة بالجامعة وإنجازاتها منذ تأسيسها. الجدير بالذكر أن النشاط الكشفي بجامعة الملك سعود انطلق عام 1381 للهجرة، حيث شكل أول فرقة جوالة في المملكة العربية السعودية، مثلت البلاد عالميا في المعسكر الكشفي الذي أقيم باليونان عام 1382 للهجرة. وتشارك جوالة الجامعة سنويا في معسكرات الخدمة العامة للحج في عدة جوانب، منها رفادة وسقاية الحجيج والقيام بخدمتهم وإرشادهم والتعاون مع الهلال الأحمر السعودي لنقل المرضى والمصابين، وحصلت على العديد من الجوائز في هذا المجال. وتقوم الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالدعم المالي والمعنوي لأنشطة وبرامج الجوالة.
وفي كلمته بالمناسبة أشاد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان بإنجازات الجوالة وريادتها في مجال النشاط الكشفي. لا شك أن اليوم سعيد جدا، ليس كمدير لجامعة الملك سعود أو ليس كعضو في فريق كبير من الرجال والنساء يقودون هذه الجامعة، ولكنني سعيد جدا أنني أحد أبناء جوالة جامعة الملك سعود. اليوم المشاركة في الجوالة ليس مضيعة للوقت، ولكنه انضماما لمدرسة الحياة، لكي فعلا يتعلم الإنسان الشيء الكثير. ولعل من أبرز ما تعلمناه في جوالة جامعة الملك سعود التي تعتبر أحد مكونات العمل الكشفي بالمملكة العربية السعودية هو حب الآخرين والعمل التطوعي والإحسان إليهم، وكلنا يعرف تأثير العمل التطوعي، وكلنا يعرف أن قيمة الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليس بماله ولا بمنصبه ولا بجاهه، ولكن قيمته الحقيقية هو مقدار عطاءه وخدمته للآخرين. في ختام الحفل تم تكريم رواد جوالة جامعة الملك سعود ومؤسسيها الذين شاركوا في أنشطتها منذ تأسيسها قبل 50 عاما. من الجدير بالذكر أن المهرجان استمر 4 أيام وتضمن حفلا إنشاديا وندوة عن الإنسانية ومسرحية بعنوان الصقور الخضر. وتعد جوالة الجامعة مصنعا للقادة والرجال الذين يعملون بروح الفريق، مما يسهم في صقل المهارات التي يتميز بها الجوال. في تصوري الشخصي جوالة جامعة الملك سعود هي القلب النابض للأنشطة في جامعة الملك سعود، بتنوع الأنشطة اللي يقدمونها، بالانضباطية العالية، بالمهارات المتميزة اللي يكتسبها الجوال بالتحاقة بجوالة جامعة الملك سعود. اللي احنا نعيشها اليوم في تصوري لحظة تاريخية جدا مهمة، مرور أكثر من 50 سنة على إنشاء جوالة جامعة الملك سعود. تلاحظ الشباب الآن جوالة جامعة الملك سعود في الوقت الحالي، الجوائز اللي حققوها خلال الفترة البسيطة الماضية، التميز والإبداعي اللي احنا شفناه الآن في تصميمه للمعرض بشكله المبسط اللي يتفق مع سياسة الجوالة، التنظيم الرائع اللي يقدمونه أبناء جوالة جامعة الملك سعود يدعو للفخر بكل أمانة. وأنا أعتقد أنه الترمومتر لقياس النشاط في جامعة الملك سعود لابد أن يمر بجوالة جامعة الملك سعود، فكل ما كان نشاط عالي في جوالة جامعة الملك سعود ستدرك أن هناك نشاط عالي في جامعة الملك سعود، والعكس صحيح. إلى هنا أعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من التقرير الأسبوعي من جامعة الملك سعود. حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.